فوانيس الحارة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. فوانيس الحارة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. لما امسح حاراتي نادي من الفجر يا بدر يقوم، تغمرنا الرحمة الليلة دي انت اكيد بشهر الصوم. لما مسحراتي نادي الفجر يا بدر يقوم، تغمرنا الرحمة الليلة دي انت اكيد بشهر الصوم. وهلال المغفرة مرسوم يفرح بالصدق المهموم. توتة يا توتة، تعبتي يا توتة؟ تعبتي من ايه يا بندق؟ بس من الصيام يا توتة ومن الخروج كل يوم في رمضان. لا طبعا يا بندق، الصيام ده اجمل حاجة في الدنيا، وانك تعمل عمل جميل في رمضان زي اللي بنعمله ده يا بندق هيضيع عليك اي تعب. انك تساعد مامتك فتدعي لك ده اجمل عمل، انك تساعد عجوز في الشارع يا بندق ده اجمل عمل، انك ترسم البسمة على وجوه الاطفال ده أجمل عمل، إنك تعلم حد معلومة ولو بسيطة يا بندق ده أجمل عمل. كل الحاجات الحلوة دي يا بندق بتضيع أي تعب. معاكي حق يا توت، علشان كده أنا ما بحسش بأي تعب معاكي، كل يوم بيخلص بستنى اليوم اللي بعده علشان أشوفك وأقولك هنروح فين ويا ترى هنتعلم إيه. اتعلمت 18 حدوتة، 18 درس يا توت، ولسه يا توت، ويا ترى النهاردة بقى هنروح فين وقصتنا هتكون مع مين وهتكون عن إيه؟ النهاردة الدرس 19 يا بندق. عايز تعرف؟ مش تعبان يعني ولا زهقان؟ ازهق ازاي بس يا توت، بقولك كل يوم بستنى وبسأل نفسي هنروح فين النهاردة. وانا مش هطول عليك يا بندقتي، هنروح النهاردة عند والدي ووالدك ووالد كل طالب في المدرسة، رئيس مجلس الأمنة مستر صلاح حمدي اللي بيساعدنا وبيدعمنا وبيقدم لنا كل حاجة جميلة. الله عليك يا توتة، معاكي حق، ما ينفعش رمضان من غير ما نروح لمستر صلاح ونقول له كل سنة وحضرتك طيب وبخير. طب يلا بينا بقى يا بندق علشان ما نتأخرش على مستر صلاح حمدي. يلا بينا يا توتو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر صلاح، ازاي حضرتك؟ كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك مشرفنا النهاردة في بندق توتة وآية في حدوتة. كل سنة وانت طيب يا بندق، كل سنة وانت طيبة يا توتة، وكل سنة والسادة المشاهدين جميعا بخير. مستر صلاح، فوزرنا السنة دي بندق توتة وآية في حدوتة، بنتكلم عن قصص القرآن اللي بناخد منها دروس تنور طريقنا ونأسس بيها مبادئنا اللي بنمشي عليها طول حياتنا. علشان كده كان لازم يبقى لنا لقاء مع حضرتك تكلمنا فيه عن قصة من قصص القرآن الكريم. ويا ترى يا مستر صلاح، قصتنا النهاردة هتحكي لنا عن ايه؟ هحكي لكم النهاردة عن قصة من قصص القرآن الكريم في الجزء 19 اللي بتحكي لنا عن سيدنا نوح. قد كان سيدنا نوح مؤمن بالفطرة قبل بعثته، وكان كثير الشكر لله تعالى، فاختاره الله لحمل الرسالة وتبليغ الأمانة. فخرج نوح إلى قومه وبدأ يدعوهم إلى عبادة الله ويخبرهم أن هناك إله واحد وهو الخالق الذي يستحق العبادة، وأن هناك موت وبعث وخلود في الجنة أو نار. وأوضح لهم بأن الشيطان قد خدعهم ليشركوا بالله، ولكنهم كذبوه. وظل نوح عليه السلام يدعوهم 950 عاما وهم يكذبونه، حتى دعا نوح ربه بأنه مغلوب وطلب النصر من الله. فأوحى الله إلى نوح أن يصنع سفينة عظيمة. بدأ نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكان كلما مر على قومه سخروا منه وقالوا له: لما تصنع هذه السفينة وليس بالقرب منا أنهار ولا بحار؟ ماذا ستفعل بالسفينة إذن يا نوح؟ وارتفعت ضحكاتهم وسخرياتهم من نوح عليه السلام. ويا ترى سيدنا نوح وقف عن صنع السفينة أما سخروا منه؟ لا يا توتة، سيدنا نوح كمل صناعة السفينة، وعندما فرغ منها جلس ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله له أنه إذا فار التنور، أي إذا انفجر البركان، فهذه علامة بدء الطوفان. وجاء اليوم الموعود، وأسرع نوح عليه السلام وفتح سفينته ودعا المؤمنين للركوب فيها، وحمل فيها من كل مخلوقات الله زوجين. فقد صنع عليه السلام أقفاصا للوحوش للحفاظ على باقي المخلوقات آمنة. وصعد نوح والمؤمنين السفينة، وكان عددهم قليل، إلا أن زوجة نوح عليه السلام لم تكن قد آمنت بالله، وكذلك أحد أبنائه الذي كان يخفي كفره ويظهر الإيمان أمام أبيه، فلم يصعد السفينة معه. فانهمرت المياه من السماء أمطار غزيرة، وانفجرت من الأرض عيونا كثيرة، والتقت أمطار السماء ومياه الأرض معا، وكان الطوفان عظيم، وغرقت الأرض كلها. ونادى نوح عليه السلام ابنه ليركب معه السفينة حتى لا يكون من الكافرين ويصيبه العذاب الأليم، ولكنه رفض وقال: إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وانتهى الحوار بين نوح وابنه بجبل من الماء حال بينهما، وارتفعت السفينة في موج كالجبال، وتلاعبت بها الأمواج،
وشاءت رحمة الله أن يغرق الابن بعيدا عن عين أبيه، رحمة من الله بالأب الصالح نوح عليه السلام. سبحان الله العظيم. واستمر الطوفان يحمل السفينة وهلك من على الأرض جميعا، وأمر الله نوح أن يهبط من السفينة بعد أن هدأ الطوفان وابتلعت الأرض ماءها وأوقفت السماء مطرها، فهبط نوح ببركة الله ومن معه في السفينة وبدأت حياة جديدة. ودي كانت نهاية الحدوتة. تقدر تقول لي يا بندق انت وتوتة اتعلمتوا ايه من الحدوتة؟ اه طبعا، انا اتعلمت ان اطيع الله حتى لا ينزل علي عذابه في الدنيا والاخرة، وانا اتعلمت ان ادعو الله دوما، فالله سميع قريب مجيب الدعاء. برافو عليك يا بندق، برافو عليك يا توتة، احسنتم. ودلوقتي جه دور اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا، جمهور بندق وتوتة. مطلوب منكم اسم الصورة ورقم الآيات اللي حكت لنا عنها قصتنا النهاردة. كل ده هتكتبوه في لينك موجود أسفل الفيديو. طبعا كل اللي عليكم هتعملوه انكم بس تضغطوا على اللينك وتكتبوا اسم مدرستكم واسمكم رباعي ورقم تليفونكم وحل الفزورة. وعلشان نسهل عليكم فزورة النهاردة هتلاقوها في الجزء 19 من القرآن الكريم. وفي نهاية حلقتنا بنتوجه بالشكر لضيفنا الكريم مستر صلاح حمدي رئيس مجلس الأمنة على تشريف وجوده معانا النهاردة في بندق توتة وآية في حدوتة. كل الشكر لحضرتك يا فندم على وجود حضرتك معانا النهاردة. نورتنا بوجودك معانا يا مستر صلاح. شكرا جزيلا، وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير، ونشوفكم الحلقة الجاية مع حلقة جديدة وبندق توتة وآية في حدوتة. باي باي باي. حراتي والزينة على باب الحارة، بصندوق بيروي الحكواتي قصة جديدة بكل زيارة. حسك فينا شهر الصيوم فرح وخالب كل بلد، ربي عيدك لنا ونصوم نفرح كلنا بنت ولد. حسك فينا يا شهر الصوم فرح وخالب كل بلد، ربي عيدك لنا ونصوم نفرح كلنا بنت.